حدود برية وبحرية، في عمقها حفاظ على الاستدامة والحياة، وفي أهدافها بعد يرسم تلك المحبة التي يعيش على قرب تضاريسها. الإمارات وعمان قيادتان حكيمتان شكلتا جسرا للتعاون في الحفاظ على البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، وواصلتا ذلك النهج في جميع تفاصيل الحياة البرية والبحرية، بل في أدق التفاصيل لقرب المسافة بين البلدين والتقارب الكبير في الأجواء والطقس والتضاريس والتحديات التي تواجهها البيئة، لتشكلا لجنة عليا مشتركة عام 1991 تلبي رؤية قيادتي البلدين وطموح الشعبين الشقيقين في تطوير وتعزيز التعاون الفعال بينهما على مبدأ المصلحة المتبادلة والمشتركة في مختلف المجالات. صلابة الجبال وقوة أهلها وجلدهم، وعمق مياه تكتنز في أعماقها قصص عادات وتقاليد بلدين محبين لهما رؤية واحدة، وطرق برية معبدة، وصحراء لها بأس طوعته علاقة الإماراتي والعماني. ففي كل بيئة أحوال وكائنات حية، اتفقت الإمارات وعمان على التعاون في مجالات البيئة البحرية والدفاع المدني، استمرارا لدفع عجلة استقرار النظم البيئية وتنوعها. يتشارك البلدان النظام البيئي الصحراوي والجبلي والساحلي والبحري والأراضي الرطبة من خلال إقامة المؤتمرات وتوقيع الاتفاقيات والمشاركة الفعالة بها، وكانت جلية من خلال الحفاظ على المها العربي والأسماك والثدييات البحرية والزواحف البحرية والمناحل، والمشاركة في الأحداث الكبيرة من أسبوع الاستدامة أبوظبي واليوم العالمي للبيئة والمعارض، وأبرزها جناح عمان في إكسبو 2020 دبي الذي وحد تطلعاته مع الإمارات والخليج والعالم في استدامة بيئية، إضافة إلى مؤتمر الصحة الحيوانية والأمن البيولوجي وطبقة الأوزون ونقاء الهواء واجتماع أبوظبي للمناخ ويوم البيئة الخليجي. تشاركت واتحدت الرؤى بين الإمارات وعمان في المناسبات والحملات والفعاليات البيئية وتحديات تغير المناخ، لنجد الشباب الإماراتي والعماني يقود ويرسم حدود الطبيعة في البلدين ومستقبلها الزاهر بنظرة قيادة حكيمة تطلعاتها أثمرت نسيجا واحدا بين شعبين شقيقين.